بالنسبه للمنتزه مولي الحسن آه، الذي شيد على مساحه كبيره كان من المطالب المراكوشيون وكانوا ينتظرون هذا المشروع بشغف كبير نظرا لان المدينه تفتقد الى فضاءات خضراء والى متنفس وبالتالي اعتبر هذا المشروع مشروع حديقه ومنتزه مولاي الحسن الذي شيد في اطار برنامج الحاضره المتجدده والذي كلف او كلفت آآ انجازه آآ مبلغ آآ 53 مليون ديال الدرهم يعني هذا المبلغ هو الذي خصص لانجاز هذا المشروع وتم افتتاح هذا المنتزه واستبشر الجميع خيرا إلا أنه للأسف ومع تولي الأيام تبين أن هذا المنتزه أصبح في حالة يرثى لها وفي حالة لا تصر أحدا بحيث أن الغبار يتطاير في كل مكان والدراجات تقتحمه في كل وقت وبدون حارس وبدون قواعد بل أكثر من ذلك أن المراحل أغلقت وأصبح في حالة سيئة للغاية وتحولت بعض أجزاء منه إلى إلى وحل وبعض الروائح تنبعث من هنا وهناك في غياب تام لأية مراقبة المجلس الجماعي يتحمل المسؤولية لما آلت إليه وضعية هذه المعلمة وهذا المنتزه ولذلك فان فاننا نناشد المجلس الجماعي وعمده المدينه وكافه المسؤولين من اجل التدخل لرد الاعتبار لهذا المنتزه، والتصدي لكل الممارسات التي تخل بالاستمتاع بهذا المنتزه الحيوي والمهم بالنسبه للمدينه.